حزام الأمان، حزام الأمان، حزام الأمان. كم مرة تكلمنا وتكلم غيرنا قبلنا وبعدنا؟ كم مرة واحد كان رابط الحزام ونجي من الموت أو من كسور أو إصابات خطيرة والعياذ بالله؟ وهذا مثال حي. ممكن يا عبود تحكي لنا كيف صار الحادث؟ دخل علي واحد وأنا أجاري بالكورة، طحت وتكسرت يدي. كيف؟ شفتوا هذا اللي يحصل إذا ما ربطوا الحزام؟ إيش دخل الحزام في الموضوع؟ أنت الآن من أول جالس تتكلم وتنسى عن الحزام، على بالك الناس ما هي واعية؟ ما تعرف مصلحة نفسها؟ مصلحة أهلها وأولادها؟ للتذكير بس. يا شباب، تحتاجوا التذكير على حزام الأمان؟ تحتاجوا مين يواعيكم على سلامتكم وعلى سلامة أهلكم؟ تحتاجوا مين يراقبكم إذا حاطين الحزام أو لا؟ أكيد لا، أتفضل الكلمة لك. كلام جميل. هل أنا إنسان مسؤول ولا أحتاج من يكون مسؤول عني ويتابعني ويوجهني ويراقبني؟ فعلاً إحنا نراقب أنفسنا قبل ما يراقبنا أحد، ونحن نخلي أولادنا يلبسوا الحزام لأننا نحبهم. وطبعاً لبس الحزام داخل المدينة وخارجها أكيد طبعاً، لأن الحوادث تصير في أي وقت وأي مكان وزمان. اربط الحزام، الحمد لله جت سليمة لأنه دمية. لكن الدرس هنا يا عبود إنك تربط حزامك، حزامك أمانك. فعلا حزامك أمانك.